عشنا لحظات جميله ولحظات ممتعه مع المنتخب الوطني المغربي للفوتسال اللي برهن على انه منتخب عالمي من طراز الرفيع. فكنهنئوا السيد دكيك الوليدات ديالو، يعني لولا سوء طالع لكانوا غيمشيو بعيد الى ابعد نقطه. فاللي كاين هو ان صراحه خاص تكون مقابلات او تكون بطوله بالمغرب هنا، يعني الفوتسال باش كما قال السيد دكيك يتصحوا بعض الاخطاء. فكانوا اخطاء اللي بعدونا على ربع النهائي، وكيبان لي بان القادم ان شاء الله غادي يكون احلى واحسن. المنتخب الوطني اولا تنشكروا المدرب دكيك، تنشكروه، يعني قام بواجب، قام بواحد الواجب الفريق الوطني المغربي، قام دكيك بواحد مزيان، عجبنا الفريق كامل. باش تلعب مع بطل العالم برازيل ماشي سهل، ماشي سهل من السهل تلعب معاها. قدم داك الشيء اللي عطاه، وتنشوف الدراري مثل بينو وبينك تقاتلوا، يعني مثل بينو وبينك ضحاوا بالروح باي حاجه، خلاو خلاو الجمهور المغربي يعني شاف من داك الشيء اللي شاهدوا، بقينا كاع بقينا معاهم مثل بينو وبينك، بقينا معاهم نقدموا معاهم، نتمنوا مثل بينو وبينك يعطي الفريق اكثر. المهمه ملي لعبنا مع البرازيل مثل بينو وبينك وماركينا واحد ما يهمنيش، المهم قدمنا مستوى زوين عالي الحمد لله. مزيانين اخويا مزيانين، وما زعما داكشي اللي كنا نتسناو من مرة داروا مع ليمور، واللعاب لعاب عندو لعاب معتين، وزعما داكشي جا ديالو داروا من الحق مع دوك 8 ولا 10 الاولين راه مزيان، وما خصنا نصبروا عليهم. راه ما عندنا لا بطوله، ما عندناش شي بطوله قويه ولا شي حاجه قويه، هادشي يلاه بادين فيه، ما عندناش واحد الممارسه كثيره في هذاك الميني فوت، يلاه بداو كاع اللي داروا ربح، ونتسناو من هنا لقدام من غادي تولي عندنا البطوله ديال الجونيور وديال الكادي ديال الميني فوت، وديال تولي عندنا مدرسه ديال الميني فوت. غنولي حنا هما الاولين في العالم، غنولي حنا الاولين، ولكن صبر، ولكن صبروا عليهم بشويه بشويه. الصراحة لعبوا مزيان، تقاتلوا، غير هو المنتخب اللي كان كنا لاعبين معاه واحد المنتخب اللي هو قاصح شويه، وان شاء الله يكون خير، ان شاء الله يكون خير. الصراحه لعبوا مزيان، بالنسبه لي انا لعبوا مزيان. بالك نعم الشونجمون اللي كان ديال المدرب؟ صراحه هو شونجمون شنقول لك، ما كانش هو هذاك، ولكن اللعابه ما كانوش واخدين واحد الثقه في النفس مزيان. هو صراحه المنتخب ديال البرازيل كان واحد المنتخب اللي قاصح شويه.